اهلا بيكم مره تانية. برحب باحمد عفيفي. اهلا بيك يا احمد، وكل سنه وانت طيب، والف مبروك على الماتش اللي فات، وان شاء الله مبروك مقدما على التاهل بكره للنهائي. ازيك يا دكتور، الله يبارك فيك. بس لسه الفاينل، يعني انا مش عايز اتكلم، انا مش عاجبني قوي شويه نبره ان الموضوع خلص، لان الموضوع ما خلص، لسه في 90 دقيقه كامله ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل فيها. ما حدش كان متوقع ان الزمالك هيكسب 4-0، فما حدش يقدر يتوقع ايه اللي هيحصل بكره. الوداد ده فريق مش قليل، كون ان حصل معاه كده في ماتش الذهاب ده معناه ده دليل، ده سبب ادعى ان الكوره فيها الكلام ده. وكلنا عارفين من خلال التاريخ ان الكوره فيها اكتر من كده كمان. فانا بتمنى ان احنا نتعامل مع بكره مباراه مهمه، لا نبص للفاينل، لان انا شايف ان الناس بدات تبص للفاينل. يا ترى هنلعب سان داونز ولا زيسكو؟ بدانا نبص لقرعه كاس العالم للانديه، يا ترى نروح فين عشان نلعب ريال مدريد فين؟ الموضوع ده سابق لاوانه جدا جدا جدا. وكل البطولات او النجاحات المشهوره المصريه بالذات على مستوى المنتخبات، لان المنتخبات احيانا بتبقى داخله في منافسات في منافسين اقوى منها، كان سر الفوز دايما اللعب ماتش بماتش. الماتش الجاي ده هو البطوله، الماتش اللي بعده ده هو البطوله، ما نبصش ابعد لان النظر ابعد بيكعبلني في اللي انا فيه دلوقتي. انا اعتقد اللعيبه، يمكن كابتن حلمي طولانكا متفق معايا، ان اللعيبه في وادي تاني خالص عن حاله التفاؤل الجماهيري ده. تصريحات اللعيبه، تصريحات الجهاز الفني بالذات الكابتن مؤمن سليمان، يعني مطمئنه في الشان ده. كلهم من بعد الماتش على طول، يعني من غير ما يسمعوا تحذيرات من حد، هم خارجين من الماتش، المراسلين حتى بيسالوهم لسه احنا مش ناسيين ماتش النجم الساحلي السنه اللي فاتت، ومش ناسيين ان الكره فيها كده، احنا لعبنا ماتش كنا موفقين الحمد لله، لكن في لسه في ماتش تاني صعب جدا. طب يلا ابتدي بقى احمد، عايز تقول ايه؟ انا عندي اولا نقطه بس مهمه جدا. اول ما بدات تبتسم الابتسامه دي اعرف ان انت يعني عارف إيه؟ دلوقتي انا مثلا اول ما طلعت على الناس قلت لهم يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي احمد عفيفي الزملكاوي. تمام صح؟ تمام. قال لك ده تعصب، ما ينفعش تقول الزملكاوي. يا الناس كلها ما عدا انت، يمكن انت الوحيد. انت حبيبي يا دكتور والله. لا، هي الفكره ان انا طلعت صارحتك انا وعدتك بحاجتين، ان انا هاعلن عما بداخلي، لكن هاصرح باللي انا شايفه. تمام. واللي انا شايفه لو بيتعارض مع اللي بداخلي هقوله برضه. تمام. الاعلام الغير متعصب، تمام، هو اللي بيدعي الحياد لكن ما بيعملش اللي هو شايفه، او ما بيعملش اللي المفروض يتقال مثلا. تمام. يعني احنا كان عندنا مباراه سيمي فاينل بطوله افريقيا. تمام. والاعلام مهتم جدا جدا بالدوري. جدا بالنصر للتعدين، يعني الموضوع خطير. نصر التعدين مع احترامنا طبعا، مع احترامنا لكل الانديه من اول الدوري الممتاز. لا، ما لازم ألف بعد ما تقول كده تقول مع احترامنا. لا، وفعلا ما هم يستحقوا الاحترام، مش ناس صعدوا وكافحوا وصعدوا. لو تعرف امكانياتهم الماديه هيجي لك ذهول. لا، انا احترامي ليهم ولكل الانديه اللي بتلعب كوره في مصر. تمام. تمام. لكن في سيمي فاينل افريقيا، سيمي فاينل بطوله افريقيا الزمالك هيلعبه، واللي ما يعرفش وبيتابع من التلفزيون مش هيعرف. يعني اللي مش مدرك، اللي مش متابع وعارف ان في ماتش في الوقت ده، اللي سرحان شويه مثلا بس يعني مش مهتم قوي بالزمالك مثلا، او مش زملكاوي او كده، ممكن ما يعرفش. لان في احداث ثانيه. انا عايز اقول لك ان كان في استوديو تحليلي يوم الجمعه وبيشتكوا ومش فاهمين ليه اتحاد الكوره عمل مباراه الساعه 3 ومباراه الساعه 5. مش واخدين بالهم ان في مباراه الساعه 8. هي دي المشكله. لا، هم مش لا، المهم بقى ان الزمالك كسب 4-0. فالناس زي ما تقول فجأة مبروك لنادي الزمالك، طبعا احنا كلنا بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك، ده كلنا سعداء بنادي الزمالك. يعني انت كنت تعرف ان الزمالك بيلعب اصلا؟ يعني انتوا يا جماعه انتوا كنتوا عارفين ان الزمالك بيلعب؟ ولا حد صحاك في نص الماتش قال لك الحق الزمالك بيلعب؟ ولا انت كنت عارف ان هو تخبي على الناس؟ انا بس ده الموضوع ده بسيط بس عشان الناس تحاول تاخده بالعقل كده بالراحه. طب وانت بتسمي ده ايه؟ بسمي ده اهدار لحق الزمالك بمنتهى البساطه. عن عمد؟ انا مش عايز اعمل طبعا. امال عن ايه؟ يعني ما حد بس حاجه يعني الزمالك مش واخد حقه اعلاميا. في حاجه من الاثنين، في حاجه من الاثنين، اما ان هو عن عمد واما عن غير عمد، والناس دي مش عايشين مش من الاولويات. مش عايشين معانا في كوكب اصلا، مش من الاولويات. يعني الاولويات القاره يا دكتور. لا، هو مش من اولوياته تقصد يعني. يبقى ده عن عمد، ده اسمه عن عمد، او انت ما تعرفش ازاي بس. ما هو ما لهاش حاجه تتكلم على الاعلام الرياضي. انت يا اما عارف ان بكره في سيمي فاينل افريقيا وما بتتكلمش عليه، يبقى انت متعمد تهمش الحدث. او انت ما تعرفش اصلا في سيمي فاينل افريقيا، والمصيبه اكبره عشان سبوبه الدوري كان فيها خناقات كتيره وفيها صراعات كتيره، فكله كان مهتم باستوديوهات. انا راجل مؤمن جدا ان في بالنظام الراسمالي عامه، وان في تنافس، وان الناس بتدفع فلوس كتيره، وان المنتج بيبقى غالي، والناس عايزه تعلي المنتج عشان المنتج يجيب فلوس اكتر فالناس تكسب اكتر. كل ده انا موافق عليه تماما، ما اقدرش اقلل منه سنتي. لكن في سيمي فاينل افريقيا، انا مش عايز اقعد بقى اقارن مثلا واقول زمان لما كان مثلا الاهلي بيوصل على سيمي فاينل افريقيا، يا نهار اسود، ده انت كنت لو فتحت التلفزيون الساعه 6 الصبح كنت هتلاقي برنامج لايف بيتكلم على الحدث وبيعيد الاهداف. على فكره لاحظ ان كلامك جارح. لاحظ ان كلامي حقيقي. لاحظ ان كلامي حقيقي. محمد الحمامصي بعت لك بيقول الفقره الاولى
من البرنامج صدى الرياضه كان الكابتن حلمي طولان، الثانيه احمد عفيفي، وابراهيم فايق مستضيف تامر عبد الحميد، ومن شويه الغندور شغال ومعاه عبد الحليم علي. اعلام احمر قوي يعني بيعمل إيه يعني اسقاط. ارجو ان الاستاذ محمد الحمصي يعرف ان بكره برضو في سيمي فاينال افريقيا لو ما كانش عارف. هو عارف. عارف فعلا؟ اه طبعا. محمد طيب. محمد بشخصيته الجميله، خلي بالك محمد اهلاوي بس. لا 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 انا عارف انا عارف بيتابعك. أنا عارف. يا احمد لا ما هو ده ردي بس على الموضوع. بكره في سيمي فاينال افريقيا العوده. طيب هاني قبل كده كان في سيمي فاينال افريقيا الذهاب. هاني ادريس بس بعت يعني بيضحك معاك بيقول لك يا عفيفي في حاله فوز الزمالك باللعب باللقب الافريقي اللي هو السادس تقريبا سيعادل رقم وائل جمعه ويتخطى حسام عاشور بفارق لعب واحد. ده تهريج يعني مش تهريج؟ اه يعني هاني بيحب ينكشك. لا يعني. اوكي حلو. لا ليه حلو الحاجات دي؟ الحاجات دي حلوه. انت عايز تقول ان الاهلاويه وده طبيعي مش مبسوطين لان كانوا يتمنى ان النادي الاهلي هو اللي بيكمل. لا انا مش بتكلم على الاهلاويه، الاهلاويه الجمهور. بتتكلم على الاعلام. انا قلت قبل كده مليون مره الجمهور يعمل اللي يعمله هو حر. اي حد في الجمهور يعمل اللي يعمله ما دام ما بيأذيش حد. طب ما هاني ادريس ده جمهور ليه اتضايقت؟ هو حر. انا مش متضايق ولا حاجه. بقول لك حاجات. لا دي حاجات حلوه بنهزر مع بعض. طيب. ماشي انا ممكن اقوله بقى بعد كده. تقول له ايه؟ لا حاجات كتير ممكن تتقال. طيب يعني مثلا حماره طلبه اخذ كاس مصر اكتر من ابو تريكه مثلا. حلوه دي؟ تمشي 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 صح. طيب مساء الفل يعني. انا بس مش عايز هاني ياخدها بتاع بهزر مع بعض. لا. يعني هو بيهزر انا والزعلان. لا ده هاني متابعك محترم. لا 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 محترم شخصيه محترمه وبيبعت لنا كتير وبيبعت لنا كتير. لا الحاجات دي يا دكتور أما بالنسبه لي انا ما بتسببليش مشكله واتمنى ما تسببش لحد مشكله. حاجات بسيطه اللي هنا عايز اقوله يا دكتور. الاهلاويه او الجمهور اللي عايز الزمالك يكسب والله اهلا وسهلا، اللي مش عايز الزمالك يكسب والله هو حر. لكن مش بتكلم على الجمهور. الجمهور هو حر. انا بتكلم على الاعلام. ارجو قبل ما تقول لي انت بتقول انك زملكاوي فبتصير التعصب تبقى انت فعلا محايد زي ما بتدعي انك محايد. ارجو بس مش اكتر من كده. كل ده اللي انا طالبه. تمام خلاص يا احمد ما بقاش قلبك اسود بقى يلا خش في طيب. الموضوع. بالنسبه لمباراه الزمالك والوداد الاولى الاول خلينا بس ناخد الموضوع كده بالراحه بعدين عندنا شويه فيديوهات هنتكلم فيها بالتفصيل. بدايه الزمالك اعتمد او استراتيجيه مؤمن سليمان في الماتش اعتمدت على الصبر. صبر جدا جدا يعني هو الراجل كان عايز يثق ان الكره في رجله وان الكره مش هتتقطع في انتظار اخطاء الوداد. مؤمن سليمان كان محظوظ ان الوداد اخطا بدري فاصبح استراتيجيه رد الفعل اللي هو بينفذها دي مبنيه كمان على نتيجه. يعني انت وانت بتنفذ استراتيجيه رد الفعل واحده واحده يا جماعه عشان واحده واحده مش عارف دي الفيديوهات بتاعتنا ولا دي الاهداف عادي. لا دي اهداف المباراه عادي. ده التسجيل المبكر ساعد استراتيجيه مؤمن سليمان اللي هي اصلا بتعتمد على رد الفعل. من ناحيه تانية الوداد اللي جاي محمل باعباء نفسيه من الخروج من كاس العرش المغربي لما اخطا والخطا جاب خطا والحارس اللي فجاه لقى نفسه اساسي بعد ما الحارس الاساسي صينيه البطاطس ده بالظبط اتمنع من السفر لاسباب خاصه بالتجنيد او ما شابه في المغرب خلص من اول الماتش. يعني الزمالك خلص عليه من اول الماتش. شوط الثاني هو خلص. ان المدرب مش مستقر يعني عارف انه هيمشي بعد المباراه لو في المدرب كمان جون توشاك عمل لعبه قمار كبيره جدا. قال انا لو خرجت هعتزل التدريب. ده جيم انا بعتبره الكارت الاخير لما يكون المدرب حاسس انه خلاص خلص كل اللي عنده فبيخش اوضه اللبس بيعتمد بقى على علاقته هو باللعيبه. انا لو خسرت البطوله دي انا هخرج. احيانا المدرب لما تكون علاقته باللعيبه كويسه بيبتدي يلعب على كارت ان هم بيلعبوا عشاني كمان مش عشان نفسهم او عشان ناديهم او عشان المجد او التاريخ او هيلعبوا كمان عشاني. فهو لعب جيم كان مقامر جدا وخسر جدا. هو القمار يا بتكسب قوي يا بتخسر قوي. هو خسر قوي. استراتيجيه مؤمن سليمان اللي اعتمدت على الصبر زي ما قلت ساعدها جدا ان الوداد غلط فعلا بدري. يعني انا مستنيك تغلط وكنت عامل حساب ان الغلط ده لو اتاخر 30 35 60 انا برضو مش عايز يجي فيا جول. ودي استراتيجيه واقعيه جدا. انت لو خدت بالك في لعيبه الزمالك في الماتش مفيش اي حد تهور باي شكل من الاشكال. ما شفناش بقى لعيب مثلا رقص ترقيصه قام شايط من 40 يارده. ما شفناش لعيب رقص ترقيصه فقال لك اما رقص الثانيه والثالثه مفيش الكلام ده. الحفاظ على الكوره كان احد اهم ان لم يكن هو اهم اهداف الفرقه الى ان تاتي الاخطاء. جاءت الاخطاء حصل الماتش. هنبدا بالفيديوهات بقى عشان نتكلم بتفصيل اكتر. يا ريت لو الفيديوهات جاهزه معانا. في البدايه الوداد داخل يعمل ايه يا دكتور؟ يضغط على الناحيه اليمين بتاعتنا. هو عارف ان مفيش باك شمال ورمزي باك شمال بديل. ادي اول هجمه مثلا. هو عارف ان الباك الشمال مش موجود. علي فتحي مصاب ورمزي رمزي خالد بيلعب مكانه. بص مثلا دي هجمه ناحيه اليمين برضه هو عينه ناحيه الشمال. هو برضه اتجاهه هناك اهو. حتى لو الهجمه هنا انا هروح العب هناك.
واللعيب يتحرك من ورا رمزي واخد بالك وهتجي له الكوره شبه انفراد بس رمزي قدر يعمل تاكلينج ويطلعها. عد معايا بقى كام هجمه. انا برضو مش عايز ابقى ممل واجيب كل حاجه بس انا جبت حاجات كتير. الهجمه ناحيه الشمال، لا انا برضو عيني يمين وهروح يمين كله يمين كله يمين. وبيلعب عبد اللطيف نصير ده ظهير ايمن هجومي. رضا الهجوج الهاف، خد بالك عبد اللطيف نصير ده كان بيلعب في مباراه الاهلي هنا في نص الملعب، لكن هو عشان عايز يهاجم لعبه باك. برضو ناحيه اليمين فابريس اونداما، عبد اللطيف نصير، كله هجمات من ناحيه اليمين. دايما قبلتك هي ناحيه اليمين لان هو عارف ان هنا في مشكله. برضو ده حتى في الشوط الثاني مع رمزي فابريس اونداما ده حتى المهاجم نفسه بدا يميل ناحيه اليمين. عد بقى طول الماتش يمين 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 يمين، هو خلاص هو ركز على دي، هو عايز دي. بص مثلا برضو هجمه ناحيه الشمال اروح يمين، بص الهجمه دي هتطول وفيها اصرار على اللعب ناحيه اليمين، ركز فيها الهجمه دي بقى اصرار شديد. تمام راح اتقطعت، حتى بعد ما اتقطعت بص بعد ما اتقطعت رمزي دلوقتي هتتقطع صلاح الدين سعيدي، لا ده انس الاصبحي يمين تاني زي ما احنا تاني تاني برضو تاني، ثم هيقف ويلعب السرو. شفت كام واحده لغايه دلوقتي؟ في اصرار شديد، هو الراجل جاي باني خطته بالكامل وتشكيله كمان مع خطته على انه عايز يقتحم الجبهه دي ويسجل منها. هو برضو الراجل عارف ان عنوان التاهل او اول خطوه في التاهل بتبدا بالتسجيل خارج ملعبك. فهو جه مش عايز يلعب مباراه متحفظه وعايز يجيب جون. اجيب جون ازاي؟ ايه الخرم اللي موجود في الزمالك؟ ان هنا في لاعب افترض انه مش اساسي فانا هحاول العب على انه بيلعب في غير مكانه. وكل ما شفت انت طبعا سلسله هجمات ناحيه اليمين. تعال نشوف الزمالك بقى كان مركز يعني بترتكز استراتيجيته على ايه. نشوف الفيديوهات الجايه دي عشان دي مهمه شويه مع الزمالك. بص يا دكتور، الزمالك بيلعب زي حرف يو من اقصى الملعب يمين لورا لاقصى الملعب شمال، ما بيخشش العمق، العمق زحمه، مش انتوا عايزين تزحموا العمق خليه لكم. تمام، انت هنا اتقفلت منك يمين رحت شمال ستيل شمال، هيفتح معروف هياخدها شمال، خد بالك العمق لسه الكره ما دخلتش خالص. طب قفلت ما تغامرش، خلي الكره في رجلك ما تغامرش ارجع تاني نفس حرف اليو، شايف حرف اليو اللي بيحصل ده؟ ما تخشش العمق لان الدخول للعمق هيتبعه اما قطع الكوره او فاول ملوش لازمه. فخلينا على الجناب، شيكابالا بتنتهي باوفر كان ممكن يحصل فيه حاجه او شبه الاوفر جه منه فعلا الجون. انت واخد بالك مفيش دخول في العمق، ما تفقدش الكوره، خليك في الاماكن اللي ممكن ما تفقدش فيها الكوره، نفس حرف اليو. بص انت هنا ما بتخشش العمق خالص، بتلعب على اجناب الملعب، مفيش اي مخاطره، انت واخد بالك مفيش اي مخاطره، يعني حفني هو ما حدش فكر يبصيله لان ممكن تقطع، ما تخاطرش خالص بالكوره، خليها معاك اطول فتره ممكنه لان ده هيستفز جدا الوداد وهيغلطهم، وانا اصلا باني استراتيجيته على اني هيستفز، على انه هيستفز وهيغلط. ادي مثلث اجناب راح رمزي، بص هنا حفني راح خد معاه نص الملعب، هنا نص الملعب فضي في اللحظه دي، خدت بالك؟ ممكن يا جماعه نرجع الحته دي معلش بعد اذنكم، نوقف بس ونرجع الحته دي عشان الحته دي مهمه. هو بيلعب بثلاثه في نص الملعب، بيلعب بابراهيم النقاش وصلاح الدين سعيدي والكارتي وليد الكارتي، ثلاثه في نص الملعب، فانت هتسحبني نص الملعب؟ اوكي خليه لك، انا مش هلعب في نص الملعب، انا هلف لك من الاجناب اللي انا عارف ان انا لما برفع منها بتبقى عندك نقطه ضعف. وهحتفظ بالكوره بشكل يستفزك جدا ويستدرجك، يستدرجك للغلط وهو ما حدث. بص كل بص حفني بقى بينطلق ناحيه الشمال، اللي في ظهره ده ابراهيم النقاش. فضي العمق، ظهر باسم، واخد بالك باسم هو بيطلع، بص شيكابالا رايح فين؟ شيكابالا رايح فيرود دلوقتي. دي لا مركزيه هنتكلم عليها في النقطه الجايه، شيكابالا هنا دخل فيرود. تمام؟ بس حتى بعد ما اتقفلت، لا هنرجع نلعب حرف اليو. نرجع تاني للاجناب، مش هنفقد الكوره. طول ما هي في رجل كتير انت مستفز، وطول ما انت مستفز هتغلط. حتى ابراهيم صلاح هيرجع لعلي، علي مش هيقدر يلعب العرض بس هيرجع لابراهيم. هنا ابراهيم اصراره على هيفقدها في الاخر، بس هو مصر انه يلتزم بنفس الاسلوب، بنفس الاسلوب، افتح يمين افتح شمال، قفلت في وشك ارجع ورا، نفس الكلام تاني، اوعى تفقدها. خد بالك مفيش ولا ريسكي باص، كله لا العب المضمون، خليها في رجلك، استفزه. خد بالك دي لعبه المغاربه معانا اصلا، فكره انه يستفزني. بص هنا ابراهيم صلاح رجع باك رايت. بس هنا السؤال، انا بص بعمل كده وانا 0-0 ولا وانا لو انا لا وانا من اول الماتش. بس هو اللي ساعدك ان هو كمان غلط بدري فانت اتقدمت بدري. فاللقطه دي ابراهيم صلاح رجع باك، ده بيعمله النتيجه 2-0 كان. تمام، ابص بقى دلوقتي ابراهيم صلاح هو اللي بيلعب باك رايت، هو اللي ظاهر في اخر الكادر ده عشان توفيق طار. بص توفيق هنا فين بقى؟
توفيق هنا بيفقدها، لكن الاستراتيجيه مبنيه على ايه؟ ان انا ههاجم من هنا وههاجم من هنا. بص الكره دي بقى دكتور، دي هجمه مرتده هتروح ناحيه اليمين. ركز لي على شيكابالا، شيكابالا هو اللي داخل الدايره دلوقتي ده. بص شيكابالا رايح فين؟ دي هجمه ناحيه اليمين طبعا كالعاده، احنا اتفقنا بياخد الكره يروح ناحيه اليمين. شيكابالا هنا بيغطي على علي جبر. دي لا مركزيه برضو اتسم بيها اداء الزمالك جدا، انت بتغطي المساحه. لو الفرد مش موجود غيره هيبقى موجود. ودي نقطه مهمه في غايه الاهميه. شيكابالا حتى شيكابالا معروف ان هو ما بيعملش قوي يعني وجبات دفاعيه، لكن هنا راجع مش راجع بس، ده راجع لقلب الدفاع عشان يغطي مكان قلب الدفاع. هنا انت طالع برضه بالكوره على الاجناب، ما تاخدش ريسك، ما تاخدش ريسك. هنا بقى باسم رجع صح، بص شيكابالا فين، اللا مركزيه برضه، بص شيكابالا فين، شيكابالا فيرود. الكره اللي فاتت لما قلت لك برضه باسم لما رجع شيكابالا دخل فيرود. في لا مركزيه يعني، دايما في لعيب اتحرك من مكانه، في لعيب تاني هيمنى المكان، ودي اكتر حاجه بتربك الدفاع، خصوصا لما يكون دفاع بيعتمد على بعضه زي دفاع الوداد او بيرتبك تحت الضغط. نفس الكلام بص برضه دي مش هتفقد الكره، انا مش هفقد الكره، قفلت هرجع تاني، مش هفقدها، مش هفقدها. حتى لو مش هاخد مساحه بالكوره بس مش هفقدها. والحقيقه ان استراتيجيته نجحت، معروف. بص بقى اللقطه دي هتعاد تاني، معروف هنا واقف قفلت ارجع. تاني. طارق حامد يلا هنخش القلب، يلا هنخش القلب، قلب قفل، قفل خلاص روح تاني. روح تاني بس خلي الكوره في رجلك. الكوره لازم تفضل في رجلك، اطول وقت ممكن الكوره في رجلك. تاني علي جبر، بص الباص ده هيتكرر تاني، هو هو نفس الفتحه بتاعت معروف، بص برضه رمزي تاني هي هي، ومعروف فتح تاني. واضح ان دي حاجات متدربين عليها، مش معقول تكون كل حاجه ماشيه كده. بص هنا بقى المساحات فتحت شويه، العمق بقى شوف بس معروف يعني هنا، هنا خلاص انت 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 فتحت لي العمق، فانا عندي من المرونه انك لما تفتح لي العمق لا انا هدخل، وادي العمق اهو وبشوط من قدام ال 18. فدي برضه قدر من شكل من اشكال المرونه. بص اللامركزيه هنا برضه فتحت لي العمق، هنا باسم هو صانع الالعاب ومصطفى هو الفيرود. اللامركزيه دي مهمه جدا جدا، مش عشان هو اسمه فيرود لازم يبقى هو اللي في القلب، ومش عشان ده اسمه صانع العاب لازم يبقى هو اللي ورا. لا، انا بخلق المساحه عن طريق التبديل بين اماكنهم. باسم رجع، شيكابالا انطلق كفيرود راح انفراد. باسم رجع خد معاه المدافع مصطفى انطلق انفراد. اصلا اصلا هو الهجوم، تفسير الهجوم انت ليه، انت ازاي بتهاجم؟ بتهاجم انك تخلق مساحه وبتعمل منها خطوره. طب ازاي تخلق مساحه؟ اما بمهاره فرديه او بشغل جماعي. ده احد ابرز اوجه الشغل الجماعي المطبق حاليا في كل الفرق في العالم. ازاي ان انا اخليك طول ما انت عينك على حد، يعني هو مثلا دلوقتي انتوا يعني الوداد جاي سامع عن ايمن حفني جدا، وايمن حفني بيتحرك في العمق وهو ماسك ايمن حفني في العمق. يعني لو رجعنا الجون الاول، ارجو ان احنا نرجع الجون الاول يا جماعه عشان في نقطه مهمه، بتبين لك قدر الرعب من ايمن حفني. انت خلي بالك في العمق وانا هلعب على الجناب. هو راح معاه، بص الكوره ابراهيم النقاش سابه، راح معاه ساب شيكابالا وراح معاي. ليه ده واضح ان هو بيتقال له بقاله اسبوع اللعيب رقم 14 القصير ده، ما انت فاضل له، انت شامم الفانيلا، ما تسيبوش ما تسيبوش. فمؤمن سليمان واضح ان هو ادرك النقطه دي، انتوا يا جماعه مركزين مع حفني، وحفني هيفضل في العمق بس انا مش هلعب في العمق، انا بقى خليكم انتوا متكتلين هنا، وانا هروح من هنا وهروح من هنا. تمام. فهو استراتيجيته اتبنت قوي على اول، اعتقد ان اول كلمه كانت في دماغه الصبر. الصبر، ما تستعجلش الوقت وتجري بسرعه تفقد الكوره. خلينا ناخد بقى في الفيديوهات الثالثه الحاجات اللي بنربطها بالكلام اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات، لان ده مهم شويه. احنا هنا قلنا لازم الماتش اللي فات قلنا لازم المهاره الفرديه والسرعه لو تفتكر، واستشهدت بكره احمد فتحي. فاكر نفس الكلام اللي عمله شيكابالا، شيكابالا كان ممكن هو واقف على الكوره يبص الناحيه الثانيه ويغير اللعب ونقعد نبص لبعض، لكن هنا المهاره الفرديه والسرعه مهمه جدا. مهاره فرديه وسرعه تسديد جول. قلنا برده في الحلقه اللي فاتت ان الوداد بيحب يطلع بالكوره على الارض او بيصر انه يطلع بالكوره على الارض، هتبان في الجون الثاني. وقلت ان الزمالك لو ضغط عالي على الوداد وهو بيطلع بالكوره على الارض، على مرتضى فال تقريبا، مرتضى فال بص مرتضى فال، قلت عليه مرتضى فال لما رجع الكوره لل بالظبط. هو نفس مرتضى فال، وهو برضه ايمن حفني ضغطنا على الكوره وهي بتطلع على الارض. انت قلت بلاش مرتضى، خليه فال. هنقول فال، هنقول فال، ما ينفعش نقول ان مرتضى غلط. ممكن نقول ان فال غلط. هو كان رجع الكوره في ماتش للحارس بتاعه في ماتش زيسكو، ماتش زيسكو في زامبيا انا فاكر. بالظبط كده صح. فهو نفس اللاعب اللي غلط، نفس الخطا اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، هي دي بس. يبقى انت بقى شغال مع الشيخ عفيفي. كان في توفيق. انا بص بقى الكوره دي يا دكتور، بص الكوره دي مهمه قوي. باتريك فابريس قدام الدور عشان يلعب الانفراد، ما لقاش الانفراد عشان احمد توفيق مغطي، فبقت هجمه عاديه قطعها شيكابالا. بص بقى الكوره الجايه هي هي بالظبط، هي هي بالظبط. هات بقى الكوره الثانيه، خلاص يا جماعه عرفنا. بص بقى برده فابريس قدامه، بس هنا مفيش باك يمين،
بقت انفراد. نرجعها بقى يا جماعه معلش بعد اذنكم عشان دي مهمه، عشان هي ما كانتش باينه في اولها. خد بالك دي هجمه مرتده من ناحيه اليمين. الفيرود الصريح، الفيرود الصريح بيميل يمين يستلم الكوره، في اللحظه اللي بيستلم الوينج ليفت فاتح انفراد. يا جماعه يا ريت لو نعدها دلوقتي اتكلمت عليها. بص دي هجمه مرتده اهي، وهو مال يمين فعلا وتدور فعلا، بس ما لقاش الانفراد لان احمد توفيق هنا مغطي. احمد توفيق هنا رجع. لما قدام بقى في كوره الاهلي هي هي التيبيكال هجمه مرتده من ناحيه اليمين. برضه بيطلع وفابريس قدام ناحيه اليمين، هي برضه فابريس قدام هنا تدور لقى الانفراد. خد بالك القلبين الدفاع هنا برضه رامي ما كانش قافل، رامي سلمي ما كانش فاتح، كان قافل. واحمد فتحي ساعتها قلت لك انه كان سرحان سنه. هي كوبي بيست على فكره الكورتين دول، الفرق الوحيد ان توفيق كان مغطي فما بقاش في هجمه اصلا. هنا احمد فتحي سرح فبقت انفراد. تمام. طبعا الكرات العرضيه اتكلمنا عليها وقلنا الاثنين الحارس لما بيسيب، لما بيعتمد على الحارس والمدافع لما بيعتمدوا على بعض واضحه جدا، ده مثال طبعا. بس غريبه قوي ان الحارس الاحتياطي يبقى نفس عنده نفس اخطاء الحارس الاساسي. لا هو واضح. لا وغريبه ان هو مدرب حراسه المرمى واحد. لا يعني وغريبه ان قلوب الدفاع لو اتغيروا برضه بيغلطوا نفس الغلطات. ما مش يعني مرتضى والده ما لعبش ماتش الاهلي مثلا، لكن نفس الاخطاء واضح ان هو خطا في التدريب. بس باسم ده طبعا ده جون من جوان حسام حسن اللي هو خش انكش، يعني ما فيهوش بقى لا خناقه ولا صدر ولا كتف، اخش انكش. باسم عمل ماتش هايل، يعني باسم ماتش عمل. باسم الحقيقه الفتره دي، مش الفتره دي بس، هو باسم هو مركز. انا قلت قبل كده فاكر لما كنا بنتكلم انا مين احسن لاعب، احسن فرد، احسن قلت لك ساعتها حسام باولو ويليه مروان محسن. قلت لي فين باسم؟ قلت لك باسم هو مركز، مفيش حد زيه. باسم بقاله شهر ونص شهرين تقريبا مركز جدا، اظن واضح. في لعيب طالع شفته